شنو يقرب لك عريان السيد خلف؟ أبو خلدون يصير خالي، هو كان يقول لي جده، فيعني خالي وجدي إن شاء الله. شنو خالك يعني؟ أخو الوالدة. أخو الوالدة. شنو اللي أثر بيك؟ شلون كانت علاقتك وياه؟ شو اللي تتذكر؟ أبو خلدون يعني هو بذاته فتدي شخصية مميزة، فله تأثير كبير يعني. هنيانك يكون خالك. والله وثلثين الولد على الخال ما أخذ منه هواي أنت. الله يسلمكم إن شاء الله. أبو خلدون يعني واحدة من الأشياء المميزة بي أنه رغم كوني كان طفل يعني فترة الابتدائية والمتوسطة، فلما أقول له جد وأريد فلان قصيدة سمعني أو كذا يحكيها، يعني يحكيها بتمعن، يعني مو فد شيء أنه خليني أنه يحكيها على السريع، لا يحكيها بتمعن كأنه عنده لقاء يعني. فكانت عنده فد ميزة هم دائما يستخدمها أنه بنص القصيدة يسوي روحه نسى فد بيت معين على مود يختبرك. بالضبط، هنا انت اذا ذكرت بي راح تحصل القصيده كامله، اذا ما ذكرت بي فراح تكون فرصه انه ينهي القصيده. زين، قد كان عمرك؟ كنت بالاول متوسط او بالابتدائيه يعني بهالحدود يعني. زين زين. اي فكنت انا دائما افوز بهذا الاختبار يعني. قد اثر بيك عريان السيد خلف؟ التاثير مميز بالاخص بهالمشروع يعني. لما كانت البدايه بالشعر طبعا الابيات اللي اخذتهن بالضبط من قصيده قبل ليله هن اللي ربطناهن بال خلنا نسمع شوية. الأبيات اللي بالأخص اللي أخذتهن تقول وعين عين انشدت بتالي الطوارف عين عين، وعين عين بلهفة تنشد عالسوالف عين عين، وعين لفتنا وزوقت وجه الجرح، وعين هزتنا ونختنا يغزر ويانا الملح، وعين نشدتنا من جيت وما عثر بيكم صبح. الله يحفظك. فكانت هاي العيون الثلاثة هي عبارة عن تعبير على أقسام المشروع. العين اللي زوقت وجه الجرح هي العين الدينيه المتمثله بالمسجد باعتباره يعني هو مداوي للجروح والمآسي يعني دائما، يعني دائما لجونا رب العالمين بهاي المحن. اثنين عين هزتنا ونختنا يغزر ويانا الملح اللي يعني هو اشبه بالاستنهاض الهمم وغيرها، وهي العين الشعريه العين الادبيه، لان بالتالي يعني ميزه الشعر مدنه هي الهوسه والهزوجه وكذا، فهي عين استنهاضيه. العين الثالثة هي العين الباحثة عن الأمل، وهي جيد. العين الباحثة عن الآثار. حلو. بالتالي هو فخر الماضي وأمل المستقبل إن شاء الله. كنت تتمنى يشوف مشروعك؟ أكيد. ربطت الشعر بموضوع الهندسة والفن المعماري، يعني هذا اليوم ينطيك أنه فد طاقة إيجابية. صح. فعلا عندنا شباب اليوم بهالعقلية، مين جبت كذا شلون ربطت الشعر بموضوع التصميم المعماري؟ البداية بدأت من أردنا نصمم بهالمكان، فبدت من قصيدة قبل ليلة الشاعر عريان سيد خلف اللي كانت تحكي رحلة تنقله بالقرى اللي هي أهله، بس هو غريب عنها بسبب النظام البائد يعني. فكانت قصيدة كلش مهمة لأن يحكي رحلة تنقله بين القرى الجنوب العراقي من ضمنها مدينة الشطرة. من ثم انتقلنا يعني انتبهت أنه الإرث الأكبر للشطرة هو الشعر، وبالأخص الأبوذية يعني أكو يرجحون أنه الأبوذية كتبت بالبداية بمدينة الشطرة. نعم. أكو عليها اختلاف، المهم بينها وبين سوق الشيوخ منافسة. فمنها اجت تسمية المشروع من البيت اللي حضرت شطروانة للشاعر حسين صالح، باعتباره يعني ربط كعنوان للمشروع يعني. بس انت طالب يعني خلينا نقول طالب هندسة بمراحلك الأخيرة، هذا الموضوع منين استلهمته؟ يعني هو اكو شيء رابط بين الشعر والهندسة منذ الصغر؟ نعم. وانت بعدين يعني انه قالوا اكو مشروع خلينا نقول يعني موضوع الشطرة وتصميمها العمراني الجديد، شلون دخل في بالك هذا الموضوع وهذا التصميم اللي انت خلينا نقول برز من خلال تكنيك معين يعني؟ بالضبط. طبعا الهندسه المعماريه المميز بها انه هي فن او علم تجميعي. نعم. يعني يشمل تخصصات متعدده، يعني ممكن يعني تمزج الشعر بالعلم والهندسه بالرياضيات بالغيره، مثل ما نشوف المعماريه الراحله زها حديد انه دمجت بين الرياضيات وفن البارامترك يعني او علم البارامترك بالهندسه، فانشئت عماره البارامترك. فاحنا اليوم لما بلشنا انا مؤمن انه لكل مكان اصالته، وهاي الفن اذا اردت تسوي له حداثه فلازم هاي الحداثه تكون نابعه من هاي الاصاله. فطبعا توجه المشروع هو يعني توجه اسلامي ميال العماره العراقيه المحليه اصلا. حتى تقسيم اجزاء المشروع صار مثل تقسيم الابوذيه، هي منها بدت نقطه الربط.